النادي الاهلي الاسبوع القادم عنده مواجهه مع الاتحاد المنستيري في دور 32 من دوري ابطال افريقيا في تونس. مباراه هتكون من المباريات الصعبه، مش مباراه سهله لا على الاهلي ولا اكيد على الاتحاد المنستيري، وهو بيلاعب الفريق الاكبر والاهم في القاره الافريقيه، ولكن هو ايضا فريق محترم، فريق الاتحاد المنستيري التونسي، فريق من الفرق الكبيره اللي عندهم عناصر مميزه جدا. معانا عبر الهاتف الان امير الحزيم، الامين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. اهلا بك استاذ كريم، مرحبا بك ومرحبا بكافه مشاهدي قناتكم وبرنامجكم. اشكرك يا فندم. هذه المواجهه زي ما قلت هي مواجهه كبيره، هتجمع الاتحاد المنستيري بلاعبين مميزين واسماء مميزه واداء مميز في البطوله او حتى في البطوله المحليه، وايضا مع فريق كبير هو النادي الاهلي كبير القاره الافريقيه. بطبيعه الحال هي مواجهه بالنسبه لنا احنا مواجهه تاريخيه، باعتبار انها اول مشاركه تدى لنا في بطوله افريقيا للانديه البطله. مواجهه فريق في حجم النادي الاهلي معناتها بالنسبه لنا يعتبر تحدي. ان شاء الله معناتها احنا فريقنا قاعد يتطور، فريقنا من سنه الى اخرى معناتها قاعد يتحسن، وقاعدين نطمحوا باش نتمركزوا في اعلى المراتب في البطوله التونسيه ولا حتى في المحافل الافريقيه، باش يكون حضورنا حضور ان شاء الله متميز، ونحاولوا معناتها نشرفوا الكره التونسيه في كل معناتها المحافل اللي احنا معناتها باش نلعبوا فيها. عظيم. هل في اي غيابات او اي مشاكل بيتعرض ليها الفريق قبل مواجهه النادي الاهلي، ولا الامور كلها سليمه والامور كلها مستقره؟ والله الحمد لله، معناتها احنا اليوم كنا اجرينا مقابله معناتها تحضيريه ضد فريق الترجي الرياضي التونسي، كل اللاعبين كانوا حاضرين، كل اللاعبين ان شاء الله باش يكونوا معناتها في تمام استعداداتهم. تحضير المقابله الاهلي انطلقته منذ مده، كان في البرنامج انه باش يلعبوا زوز مقابلات قبل مواجهه النادي الاهلي، لانه البطوله التونسيه كما تعرفوا معناتها تم تاجيل انطلاقتها، واكتفينا اليوم بمقابله اعداديه ضد فريق الترجي الرياضي التونسي اللي احنا نعتبروه معناتها فريق معناتها كبير كما في حجم النادي الاهلي، وحبينا مش تكون المواجهه هذه كما مواجهه النادي الاهلي. ان المباراه تفضل تفضل. المباراه اليوم انتهت على نتيجه التعادل 1-1. مقابله كانت كويسه وشفنا فيها الجاهزيه نتاع الملاعبيه نتاعنا، وان شاء الله مع هذا المدير الفني باش يكمل البرنامج نتاعه حتى يوم 9 اكتوبر يوم المباراه ان شاء الله. هذه المواجهه هي المواجهه الاولى لمدير فني جديد للنادي الاهلي هو مارسيل كولر، شايف دي نقطه ايجابيه للاتحاد المنستيري، ولا شايف ان هي ممكن تدي حافز اكتر للاعبي النادي الاهلي؟ والله هي سلاح كما نقولوا ذو حدين، معناتها يمكن تكون هي في صالحنا كما هي تنجم تكون في صالح النادي الاهلي. احنا بطبيعه الحال معناتها نقولوا ان شاء الله تكون في صالحنا احنا. ما ان شاء الله زاد احنا عندنا زاد فريقنا يكون جاهز، اذا كان يكون فريقنا جاهز باش يكون فريق صعيب زاد باش ينجم معناتها باش يقاوم معناتها فريق النادي الاهلي. لكن ان شاء الله كنا ان شاء الله في الاخير هي مباراه كره قدم متوفه في 90 دقيقه، نبقاو معناتها ديما اشقاء، الاشقاء مصريين وتوانسه ديما ذا الاخوات، ما عندناش حتى ان شاء الله حتى مشكل. هي مقابلة كرة قدم، إن شاء الله الفائز باش يكون هو اللي باش يتحكم في أعصابه أكثر، باش يستغل الفرص، وإن شاء الله الانتصار يكون حليفنا، وإن شاء الله تكون مقابلة طيبة وترضي جماهير الفريقين إن شاء الله. المباراة تقام عند الرابعة إن شاء الله مظبوط؟ عند الساعة الرابعة. والله الثالثة عصرا بتوقيت تونس، الرابعة بتوقيت مصر على ما أعتقد ده. ليه اخترتوا التوقيت المبكر ده؟ عادة المباراة تقام في تونس وفي القاهرة مساء أو ليلا، ليه اخترتوا التوقيت مبكر؟ والله هو من احنا حبينا نلعب المقابلة في المساء، لأنه معناتها صار إشكال على مستوى الإضاءة في الملعب، وتعرف قوانين الكاف معناتها تكون صارمة شوية، دونك ما حبيناش نجاسبوا احنا المره هذه، حتى في المقابله في الدور الاول حبينا نلعبوا المقابله في المساء لانه ما تنجمناش زاد نفس الشيء، دونك ما حبيناش نبقاو في اشكال، دونك اخترنا انه يكون الوقت معناتها هو في الثالثه عصرا، وذلك معناتها لتجنب اي اشكال او طارئ يمكن يكون يحطنا في وقت المقابله. مسموح لعدد جماهير يصل لكام في هذه المباراه؟
والله مبدئيا 8000 متفرج، احنا ما في انتظار مع تعيين الجلسه الامنيه اللي باش تصير يمكن يوم الثلاثاء او يوم الاربعاء. احنا كنا طلبنا من وزاره الداخليه ايضا تسمح لنا باش ندخلوا عدد من جماهير النادي الاهلي اللي ان شاء الله باش تكون حاضره. لحد الان ما جاتناش الاجابه من وزاره الداخليه، وان شاء الله في من هنا يمكن يوم الثلاثاء يوم الاربعاء تتوضح الامور في هذا الخصوص. الاهلي بلغكم بموعد وصوله؟ بلغنا باش يكون حاضر يوم 6 اكتوبر ان شاء الله قبل المباراه بثلاثه ايام بالضبط. امير حازم الامين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. نتمنى مباراه كبيره بين النادي الاهلي بطل مصر ونادي الاتحاد المنستيري بطل تونس، والامور تبقى كعاده المباريات اللي بتجمع الانديه المصريه والانديه التونسيه دائما، يعني يغلفها الروح الرياضيه. وزي ما قلت لكم الاتحاد المنستيري مش فرقه هتكون هينه على النادي الاهلي. طبيعي ان احنا نقول مش فرقه هينه على النادي الاهلي عشان النادي الاهلي طبيعي مش هين على اي حد، بس مش مباراه سهله، مش مباراه من المباريات الميسره بتاعه الادوار الاولى في دوري ابطال افريقيا، لا مباراه هتبقى صعبه مش سهله المنال على النادي الاهلي. وان كنا نثق في النادي الاهلي ونعلم ان النادي الاهلي يقدر يكمل البطوله، واحنا لما بنتكلم عن النادي الاهلي نتحدث عن منافسه على البطوله مش ادوار زي دي، بس لازم النادي الاهلي يكون حريص، واكيد النادي الاهلي حريص على هذه المواجهه انه يخرج بيها بشكل امن ان شاء الله.